تقطع وترد في وسط الملعب بيعلى ويلعبها عوض، انما ترد مره تانيه سريعه للاعب فولوران اللي بيخش على طول خوان سبيسيال بندوزا ويسجل اول الاهداف. اتعمل له سلو باس وعدى بالكوره، على فكره واحد من افضل الهدافين للفريق، مسجل هدفين في الدوري لغايه دلوقتي. لا ده خوان سبيسيال، لا ده اسيست، انما اتعملت له اهو سندها اللاعب الكولومبي وتعدي من تحت شوبير ويسجل الهدف الاول خوان سبيستيان في الدقيقه 22 من الشوط الاول. و43 موجود اسلام عبد الله ناحيه اليمين، وادي على طول اللاعب اللي سجل الهدف فلورين بيلعب كورته لاليكس اللاعب الحريف لفلورين ويسدد يجيب هدفه الثاني على طول. فلورين لعيب عارف سكة المرمى، اللاعب الروماني فلورين تاناس بيسجل الهدف الثاني في الدقيقة 51 من اللقاء، وبيتقدم فريق الأخدود على فريق النادي الأهلي 2-0. هو بيلعب كورته على طول إنما تتقاطع برضك. فريق الأخدود عمل تبديلات كويسة، وادي كريستو اللي ده سريع، يلا كريستو روح راح. الله يا كريستو، استفاد من الكاونتر اتاك اللي اتعمل وهو سريع. محمد الضوي كريستو يسجل للنادي الأهلي أول أهداف النادي الأهلي من كورة حلوة. الله يا كريستو في الدقيقة 64، بص من نص الملعب استلم الكرة سريع، خدها كنتروله حلو، عمل دريبلينج هايل جدا، يا كريستو، دريبلينج هايل، بيحاول يجري وراه مع ربيعي بقدامه على طول، يا ولد حط رجله، يا ولد يا حريف.